أهلا بكم متابعينا الكرام. بعد سلسلة الفضائح التي دارت حول تيك توكرز دنيا الصيفية من فيديوهات لا أخلاقية مسربة، خرجت هذه الأخيرة بتصريحات أثارت الجدل من جديد، حيث وبكل إصرار أكدت أن الفيديوهات المسربة لها قديمة، وتحدث الجميع بعبارة جيبوا جديد، متناسية الفئة التي ساندتها في محنتها. لكن الغريب في الأمر أن آخر الفيديوهات المسربة صورت بآيفون 14 برو، وهو ما يكذب ادعاءاتها بأنها قديمة. بل ذهب البعض بأن الدنيا الصيفية تبحث عن البوز والترند من أجل طلب اللجوء إلى فرنسا كمضطهدة في المجتمع، بعد أن شوهت صورة المرأة الجزائرية العفيفة. حتى تعليقات العرب نحوها يظنونها بأنها ليست جزائرية لعدم تصديقهم بأن الجزائريين يسمحون بتصرفات مثل تصرفاتها.